أن جلالة الملك عبد الله الثاني وجلالة الملكة رانيا عبد الله المرأة الأردنية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، وخلال لقاء جمع جلالتيهما بسيدات أردنيات من مختلف المحافظات، أكد جلالة الملك الدور المهم للمرأة الأردنية في المجتمع سياسياً واقتصادياً وثقافياً، معتبراً أنها كانت ولا تزال مثالاً للعطاء والإنجاز، معرباً جلالته عن دعمه وثقته بقدرة الأردنيات على التمييز والإبداع في مختلف المجالات. وعربت السيدات الحاضرات عن تقديرهن لجلالتيهما على دعمهما المتواصل لتمكين المرأة الأردنية وتشجيعهما لها على المساهمة بشكل فاعل في مسيرة البناء والتقدم. وبهذه المناسبة العالمية يتقدم مكتب نورسات الأردن ممثلاً بمديرته الدكتورة باسمة السمعان وفريق العمل بأطيب التهاني والتبريك للأخوات الأردنيات اللواتي يحملن قصص الإنجاز والعطاء والإبداع. وبهذه المناسبة العالمية يتقدم مكتب نورسات الأردن ممثلاً بمديرته الدكتورة باسمة السمعان وفريق العمل بأطيب التهاني والتبريك للأخوات الأردنيات اللواتي يحملن قصص الإنجاز والعطاء والإبداع. بهذا اليوم، يوم المرأة العالمي، بوجه التحية والتهنئة لكل امرأة في الوطن، في هذا الوطن وفي العالم أيضاً. أنا فخورة جداً بكل نساء الأردن، النساء اللي عنوانها وعطائها المرأة الأردنية اللي هي الوطن، المرأة الأردنية اللي إحنا فخورين فيها بكل موقع تتبوأه، في كل موقع بتكون فيه، أثبتت حضورها بكل محافل الدنيا، أثبتت حضورها في كل موقع أخذته، إن كان في بيتها، إن كان في شغلها، في عملها، وتنوعت حتى المهام اللي قادتها المرأة، إن كان كمديرة، إن كانت كرئيسة، إن كانت كوزيرة، إن كان في مجلس النواب. ففخورة فيهم، في نسائنا في هذا الوطن، ونحن هون في الأردن يعني نسائنا محظوظات، بحيث أنه كل المجالات وبكل المحافل نحن دائما في دعم للمرأة بمكانها بحضورها. جلالة الملك دائما يثني ويركز على حضور ودور المرأة في المجتمع. جلالة الملكة رانيا عبد الله من خلال مشاريع اللي تدعو إلى تمكين المرأة دائما وتعليمها والتركيز عليها، الحكومة الرشيدة من خلال رئيس الوزراء اللي دائما ينادي ودائما يدعم ودائما أيضا يدافع عن حقوق المرأة، إن كان حقوقها في العمل، حقوقها الاقتصادية، حقوقها حتى الحقوق الاجتماعية في وطننا. نحن لا ننكر أن المرأة في هناك حقوق مهضومة لإلها، ونسعى دائما للتركيز عليها على أساس أن تنالها. فهذه المواضيع نتركها لأصحاب الشأن، أنه لا بد من التركيز عليها وأيضا إعطاء المرأة كافة حقوقها كاملة. فبهذا اليوم نتمنى للمرأة كل الخير، نتمنى للمرأة الاستمرار في العطاء في محبتها من خلال مراكزها، من خلال القيادات التي تقودها، من خلال عملها. أتمنى لكل امرأة الخير ودوام الصحة والتقدم والعافية، وكل عام ونساء الوطن والعالم بألف خير.